ومعنا من الغوطة الشرقية مراسلنا منصور أبو الخير. أهلا بك منصور، حدثنا عن القصف الذي تعرضت له مناطق الغوطة اليوم، وما هي حصيلة القصف؟ نعم عمار، اليوم استهدفت مناطق الغوطة الشرقية ومنطقة المرج بالتحديد، حيث استهدفت كل من بلدة النشابية وبلدة الكرمة كما بلدة القاسمية في منطقة المرج بقذائف المدفعية وصواريخ الأرض أر. أدى ذلك إلى سقوط بعض الجرحى نعم نتيجة هذا القصف. طبعا أكثر من 30 قذيفة هاون، بالإضافة لأكثر من 9 صواريخ أرض أرض ايوه استهدف كل من هذه المناطق، أدى إلى وقوع كما ذكرنا جرحى مدنيين، بينهم 9 جرحى، بينهم 3 نساء نتيجة هذا الاستهداف. كما استهدفت أطراف بلدة جسرين بجرات الغاز التي تقوم قوات النظام بإطلاقها من أطراف المدينة، كما عين ترمى أيضا استمر استهداف صواريخ الأرض أرض، كما أيضا ليلة أمس مساء استهدفت عربين بقذائف المدفعية. أحد القذائف سقطت بالقرب من فريق الدفاع المدني أثناء قيامه طيب بتفقد الأماكن التي استهدفت. طيب منصور، غدا هو يوم العيد، كيف يستقبل أهالي الغوطة عيد الأضحى المبارك؟ هل غابت أجواء العيد عن الغوطة أم أنها حاضرة؟ طبعا في هذا العيد ومنذ تقريبا أكثر من 5 سنوات يمر على الغوطة هذا العيد، فيه بعض الأريحية للأهالي في من ناحية التسوق، من ناحية الأسواق، من ناحية المشتريات، من ناحية التحركات ضمن مدن الغوطة، رغم خروقات النظام التي تقوم بها باستهداف مناطق ومدن الغوطة. رغم ذلك المدنيين يعني هناك أريحية لديهم، ولكن مع بعض الاحترازات الموجودة لابد من أي خرق لقوات النظام في حال قام باستهداف الأسواق الشعبية أو الأحياء السكنية. هل هنالك أشياء أخرى ربما تميز هذا العيد عن الأعياد التي مضت خلال سنوات الثورة السورية؟ طبعا الشيء المميز الوحيد في هذا العيد هو الهدوء الذي تشهده مناطق الغوطة نتيجة دخول المنطقة ضمن اتفاق خفض التصعيد بعد توقيع فصائل الغوطة مع الطرف الروسي، ولكن مع ذلك يستمر حصار قوات النظام على الغوطة. الكثير من السلع والمواد وحتى الألبسة مرتفعة السعر، غالية، قد كثير من الأهالي لا يستطيعون شراء هذه الحاجيات التي يحتاجونها خلال العيد. هناك بعض المؤسسات الإغاثية تسعى لسد هذه الحاجات بالنسبة للأهالي وخصوصا الفقراء والمحتاجين. أيضا كما نعلم في هذا العيد شعائر الأضاحي، أيضا هناك ارتفاع بأسعار المواشي مع حصار قوات النظام وغلاء الأعلاف التي نعم تحتاجها المواشي. أيضا هذه الأمور قد تكون بعيدة عن الأهالي ممن يريد أن يضحي أو يقدم قربان في هذا العيد، شكرا فغالبا تكون هذه الأشياء للمؤسسات الإغاثية. منصور أبو الخير مراسل حلب اليوم، كنت معنا من الغوطة الشرقية، شكرا جزيلا.